السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول أنباء عن استهداف بارجة بريطانية في خليج عدن. وإلى التفاصيل، كشفت مصادر ملاحية يمنية اليوم الأربعاء عن استهداف بارجة بريطانية بالقرب من السواحل اليمنية، وأشارت المصادر إلى أن البارجة البريطانية تايب 45 تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أثناء مرورها في خليج عدن. وكانت البحرية البريطانية قد أكدت في وقت سابق اليوم عن وقوع حادث جديد في مضيق باب المندب. ويأتي استهداف البارجة البريطانية والتي تشارك في العدوان على اليمن في أعقاب استهداف قوات صنعاء لبوارج أمريكية ردا على هذا العدوان. وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد كشفت قبل قليل عن عملية استهداف لسفينة جديدة في البحر الأحمر، حيث قالت الهيئة في بيان لها إنها سجلت حادثا جديدا في ملف في مضيق باب المندب بالقرب من ميناء المخا. وأكدت مصادر خاصة أن الحادث ناتج عن هجوم جديد استهدف سفينة في المنطقة فيما لم تعرف هويتها حتى اللحظة. لكن الظاهر أنها هي البارجة البريطانية التي أوردناها في بداية الخبر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وتقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.